ولا محطتنا لليوم يا نور رح نحكي فيها عن علم التنمية والتطوير الإداري وعلاقته بالقطاعات الخدمية بشكل عام وبتطوير الفرد لذاته، مع ضيفنا الأستاذ عزيز ديوب مدير مركز الوادي للتنمية والتدريب والتطوير. صباح الخير أستاذ عزيز، صباح وأهلا وسهلا الخيرات، الله فيك. يسلمك يا رب. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن دور التنمية والتدريب يمكن بدعم القطاعات الخدمية اليوم. قديش نحن اليوم بحاجة لدورات تدريبية لعلم التنمية تطبيقه على أرض الواقع بشكل صحيح؟ طبعا الأساس بدعم القطاعات الخدمية بشكل عام هي الكوادر البشرية. القطاعات الخدمية طبعا هي بتقوم بتقديم منتجات محسوسة وغير ملموسة. محسوسة وغير ملموسة أي لا تقع ضمن نطاق الإدراك. لذلك المنتجات الخدمية بشكل عام يتم تقديمها أو إشباعها بالنسبة للعميل أو الزبون أو المستهلك عن طريق مقدم الخدمة نفسه. لذلك دائما أو غالبا ما بتنشأ علاقات اجتماعية ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لهذه الخدمة. لذلك دائما يجب علينا الارتقاء مهنيا وفكريا بالكوادر البشرية الموجودة ضمن القطاعات الخدمية. عندما نحن بننميها أو بنرقيها دائما بنوصل للهدف النهائي من عملية تقديم الخدمة، وهو رضا الزبون وتحقيق هدف المؤسسة بشكل عام. طبعا هذا الشيء بده خطة، بده وضع خطة لخلق كوادر بشرية مؤهلة ومدربة بالشكل الأمثل لمسك زمام الأمور ولتقديم هذه الخدمات. فإذا لم نخطط ولم نقم بعملية التخطيط نكون قد خططنا للفشل بأيدينا. نعم سيد عزيز، خلينا نحكي مع بعض يمكن من خلال الدورات يلي بتقوموا فيها، ومن خلال يمكن يعني وقت بتتقابلوا مع الأشخاص، شو هي أبرز نقاط الضعف بالشأن الإداري؟ خلينا نحكي طبعا بالشأن الإداري. نحن دائما على الكوادر البشرية أو الكوادر اللي حاصلة على تعليم الأكاديمي بالجامعات وبالمعاهد دائما تفتقر أو بالأغلب تفتقر للتدريب والتأهيل. طبعا أنا بهمني أن أحصل على شهادة جامعية أقدر أفتح فيها باب سوق العمل وأدخل بغمار سوق العمل لحتى أحقق لذاتي مكاني اجتماعية، مكاني عملية معينة. بس هذا الشيء ما بيكفي نهائيا، لأنه طبعا الخبرة العملية اللي بيكتسبها الفرد أثناء عملية التدريب والتأهيل والتطوير هي اللي بتعطيه، بتعزز الثقة بالنفس، بتعزز معلوماته وبتسقلها وبتعطيه المبادرة دائما لحتى يقوم بوضع عمليات التخطيط للوظيفة اللي ممكن يستلمها بالمستقبل. فهذا هو الضعف الموجود بالكوادر البشرية. ما في تدريب للكوادر البشرية على أرض الواقع، نكتفي فقط بالشهادة الأكاديمية. هذا ما بيكفي أبدا، لازم يتدرب يتطور ويصقل مهارات وخبرات. بس يمكن اليوم عم نشوف كثير من مراكز التدريب والتطوير عم نشوفها عم تفتح، يمكن عم تهتم بالشباب. بس خلينا نحكي عن أهم الدورات التدريبية اللي لازم نقدمها للشباب اليوم. أهم الدورات التدريبية لازم نقدمها للشباب اليوم كلهم حسب اختصاصه. تمام. فإذا بدك تفوتي حضرتك بس يمكن أهم شيء الانخراط بسوق العمل بغض النظر عن الشهادة الأكاديمية. يعني أكيد. هلا إذا بدنا نجي نحكي مثلا، نفترض إحنا عن القطاع السياحي والفندقي. أنا ما بكفي بس أنه أخذ شهادة من الجامعة أو من كلية السياحة أو من المعهد المتوسط وكفى. لا، قطاع السياحة والفندقة يحتاج إلى خبرات عملية على أرض الواقع. طبعا الكوادر البشرية هون لما بتقوم بعملية اتباعها لدورات مهنية تدريبية بتصقل مهاراتها. على سبيل المثال نفترض نظام حجز تذاكر الطيران أماديوس. أماديوس طبعا يتم عطائه بشكل نظري بالعديد من المؤسسات التعليمية ببلدنا هون. طيب لما المتلقي أو الطالب بتلقى العلم النظري وبده يجي يطبقه على أرض الواقع بسوق العمل بشركات السياحة والسفر، لما بده يقطع تذكرة الطيران، لما بده يسعرها، لما بده يفهم الزبون قديش سعرها، أي ما بدك تطلع من المطار، من أي مطار بدك تتوجه، عن شركة الطيران بدك تتبعها، هون بده يخضع لدورة تدريبية خاصة بأنظمة الحجز العالمية يلي بتعاملوا فيها شركات طيران حول العالم، مثل مثلا برنامج الأماديوس، الجاليليو، السيبر. هون الطالب بيصقل مهاراته وبيدخل بقوة على سوق العمل. الشق النظري شيء والشق العملي شيء، فهون لازم يكون في تكامل ما بين الاثنين للحصول على أعلى مستويات الكفاءة.
نعم، لكن نحن خلينا عم نحكي شوي بالجانب او القطاع السياحي. يمكن اذا مثل ما ذكرت من شوي، اذا حدا اكاديمي وبيعرف بس هو بده يثقل هي المهارات، هي المهارات يعني يمكن يكون يخضع لدوره، ولكن دائما في تجدد ودائما يمكن على تجدد. هون نحن نفتقد التجدد، نفتقد متابعه دورات التنميه الاداريه. طبعا هلا هون بيجي المسؤوليه الكبرى على عاتق المؤسسه او المركز او المعهد او الجامعه، انه خلص انتم متدربين، خلص يلا لازم هون تتطوروا. هون المشكله الاساسيه انه ما في اتصال وتواصل بين المدرب والمتدرب، يعني بين الجهه اللي بتدرب والشخص اللي بيتدربه. دائما لازم يكون في صله وصل واتصال لمواكبه التطورات اللي بتحصل على جميع القطاعات التدريبيه او على جميع العلوم التدريبيه اللي بتلقاها المتدرب. يعني نفترض نحن عندنا نظام حجز، نفترض نظام حجز الأوبرا اللي هو نظام حجز فندقي عالمي بيستخدمه 95% من الفنادق حول العالم. طيب قبل منه كان في برنامج حجز اسمه فيديليو. الفيديليو كان ظاهرة، بعدين تطور صار موجود الأوبرا. ممكن يظهر بعدين برنامج حجز آخر بيسهل عملية الحجز، بيسهل عملية العمل بالفنادق والمؤسسات مثلا السياحية والفندقية. هون لازم أنا المتدربين يكون على اتصال دائم معهم، يكون كمان على اتصال بالعلوم وتطورها، مشان أقدر أنقل الصورة للكوادر البشرية لتحقيق أعلى مستوى من التدريب والتأهيل. طيب خلينا نحكي من خلال الدورات اللي عم تقيموها، يعني بشكل عام شو أهم متطلبات السوق اليوم للشباب إذا بدنا نقول، غير إنه نحن عم نقيم دورات تدريبية بشكل مستمر، شو أهم يمكن القواعد الأساسية لانخراط الشباب بسوق العمل؟ هلا أهم متطلبات السوق حاليا بالمرحلة اللي نحن فيها اللي هي مرحلة إعادة الإعمار إن شاء الله بعد الانتصارات عم يحققها جيشنا العربي السوري، أهم متطلب موجود بالسوق هو رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين يلي بدهم ينخرطوا بقلب سوق العمل. يعني هذا الشيء بحاجة ل خلق جيل من الشباب الواعي والمسؤول والمدرب، تدريب كامل، تدريب بثقة، وليس فقط تدريب أنه أنا متلقي معلومات ماني عم مارس على أرض الواقع، ماني عم بشتغل بإيدي. نحن لما بنخلق هذا الجيل فنحن منسد احتياجات السوق، منسد احتياجات السوق والمؤسسات والشركات الموجودة واللي هي دائما عم تبحث عن كوادر بشرية مؤهلة بعدة اختصاصات أو حسب عمل هاي المؤسسات واختصاصاتها. فنحن دائما لازم ندور على جودة الخدمة المقدمة اللي هي التدريب، على جودة المادة المعطاة، على ثقة المتدرب فينا وثقتنا بالمتدرب أنه يكون قادر على خوض سوق العمل ومسك عملية التنمية وتدريب وتطوير الشركات والمؤسسات بإذن الله بالمستقبل. نعم، هون نحن عم نحكي عن جيل الشباب، ولكن خلينا شوي نروح، يعني أغلب الشركات عنا أو أغلب الدوائر يلي الحكومية يلي عندها شغل هنا بيكون صلون عمر الفريق تبعها، صلون عمر بالشغل. هون هذا الفريق كيف تقدروا انكم تطوروه او تدمجوه بالتطوير ان كان بجميع المجالات؟ يمكن هون اصعب بيجي، يعني تدريبهم اصعب بيكون. اكيد هلا دائما السن بيلعب دور بتلقي المعلومه. هلا دائما المدرب المتمكن من نفسه او المدرب اللي عنده خبره بالتدريب بده ينخرط بعقليه وفكر المتدربين، بده يكون على مسافه قريبه جدا منهم. يعني بالاول لازم يدرس البيئة اللي بده يدرب فيها، بده يدرس فكر وعقلية والمعلومات الموجودة عند المتدربين، يعمل دراسة كاملة مثل دراسة الجدوى الاقتصادية لما أنا بدي أعملها لأي منشأة لحتى أشوفها إذا رابحة أم خاص أو ولا خسرانة، إذا أشوف بدي أشوف ضمن التحليل المالي للسوق تبعها إذا منتجاتها بتمشي ولا لا. فأنا بدي أدرس نفسية المتدربين، بدي أدرس المعلومات الموجودة عندهم، وبنفس الوقت بدي أدرس الاحتياج التدريبي. يعني أنا ليش بدي أدربهم؟ أنا ليش بدي أوصلهم لمكانة تدريبية أعلى؟ طبعا من الضروري أنه أخلطهم بجيل الشباب، لأنه شيء مهم كتير. أنا ما بدي إجي والله أفصل كل فئة عمرية لحالة، أنتوا جيل نفترض 40 أو 45 لحال، فئة 20 لحال، لا، هون لازم يكون في تكامل بالأفكار، تكامل بالسنين والأعمار. في عالم ما بيقبلوا يتطوروا أصلا. هون تقع على عاتقه، هون تقع على عاتق المتدرب، لأنه هو بيكون يعني هو بيكون حاطط حاجز أمام التطور. أنا ليش بدي أخلط جميع الفئات العمرية ببعض نفترض بالوظيفة أو بأي مؤسسة بالدولة؟ لأنه اللي بده يجي على المؤسسة ليتلقى الخدمة هو عمره مختلف، في منهم 20، في منهم 25، في منهم 30، في منهم 40. فأنا ما بيصير أحصر سن معين بعملية التدريب،
بدي يكون قريب، بدي ادرس كل فئه لحالها، بدي حلل نفسيه كل فئه لحالها وشوف احتياجات التدريبيه يلي بدي أو استعين يمكن فيها. او يمكن يمكن اليه العمل بالمؤسسات او الدوائر الحكوميه لازم اعاده هيكليه لها من اجل الانخراط بالتطور والتنميه، لانه نحن عم نشوف يمكن مثل ما قلت انه في اختلاف او في فجوات بين الجيل صحيح. اليوم وجيل الماضي، بس صحيح. هون بدنا نعمل يمكن نقله نوعيه من خلال اليه عمل جديده بالمؤسسات. المؤسسات طبعا مؤسساتنا بحاجة إلى إعادة هيكلية قولا واحدا، جميع مؤسسات الدولة بحاجة إلى إعادة هيكلية. أهم شيء موجود أو لازم نشتغله بإعادة الهيكلية هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني أنا بأي اختصاص أو بأي مؤسسة، أنا لا توزي بها الكلمة حذرا منكم، يعني أنا ما بجيب والله مثلا مهندس، مع احترامي للمهندس ومع احترامي للشهادة اللي حاصل عليها المهندس، وبخرطه بكل وظائف الدولة. يعني كيف تزبطت؟ طيب في اختصاصيين، في خريجين، هون وظيفة هيئة تخطيط الدولة أنه هي تخطط لهي المؤسسات، تخطط كيف بدها تعمل خطة متكاملة للهيكلية وتبلش فيهم وزارة وزارة، عرفتوا؟ وزارة مع مؤسساتها طبعا. يعني خريج السياحة مثلا، أنا ما بوصفه لنفترض بالطرق أو السكك الحديدية، طيب هذا خريج سياحة لازم يتوظف أو لازم ندربه ونأهله ونمسكه وظيفة تليق فيه وتليق باختصاصه وبالشيء اللي تعب فيه ونحطه بوزارة السياحة، ما بحطه مثلا أنا بوزارة النقل. يعني يمكن عندنا هي المشكلة هي دائما باختيار الوظيفة وباختيار كمان الدراسة الجامعية، دائما الظروف بتفرض عليك شيء مغاير عن رغبتك. طبعا أكيد أول واسطة يعني بتشوف شخص لا الفيتامين واو هذا يعني للأسف. فهون أنا بدي أدرس شو احتياج المؤسسة. مؤسسة بتعمل بالسياحة أو اختصاص السياحة، أنا بدي أدور على كوادر بشرية مؤهلة ومدربة سياحيا وفندقيا، حاصلي على التعليم الأكاديمي من خلال الشهادة الجامعية وحاصلي على التدريب والتأهيل من خلال الدورات القصيرة. هون بتنطلق المؤسسة انطلاقة كتير حلوة، لأنه هون اختصاصيين عم يشتغلوا. أجمل شيء بالمؤسسة أنه يكونوا عمال أو الكادر البشري اللي فيها بيستخدموا التكنوقراط. التكنوقراط كتير مهم بالاختصاص، بيشتغل يعني بيشتغل السياحه نحطه بالسياحه، بيشتغل مواصلات او معه شهاده بالمواصلات، معه شهاده بالاتصالات او هندسه تقنيه بالاتصالات، بالاتصالات ما بصير اخلط انا بين الوظائف او سلم حط هذا هون وهذا هون، بدها تفشل المؤسسه اكيد وبده يضربها الروتين، لانه الشخص المستلم الوظيفي بده كثير لحتى يفهم الوظيفه اللي هو موجود فيه او الاختصاص موجود فيه، لانه تغير كل شيء تعلمه. يعني الشخص اللي دار السياحة وفندقة إذا حطيتيه بدائرة أو بوظيفة ليس لها علاقة بالسياحة والفندقة، بده كتير لحتى يفهم شو معنات السياحة، شو معنات فندقة، شو قوانين السياحة، شو قوانين، شو المراسيم المتعلقة بهون، آلية العمل هون، لحتى ينطلق، وبتكون انطلاقته بطيئة. طيب فعليا قديش بدنا وقت زمني يمكن للنهوض بمؤسساتنا ودوائرنا الحكومية؟ نحن عم نحكي في بيروقراطية، في روتين، قديش فعليا بدنا وقت زمني؟ يعني دائما هذا الشيء لازم يكون في خطه، اذا ما في تخطيط استراتيجي او وضع خطه قصيره ومتوسطه وطويله الاجل لهي المؤسسات والعمل بشكل فوري وعاجل، يعني مثل ما بيقولوا فورا، يعني ما رح نوصل لاي نتيجه وما رح نستفيد شيء. انا لما بدي احط سقف زمني معين، اذا انا بدي ارسم سياسات واهداف، السياسات والاهداف لا ترسم الا عن طريق التخطيط. انا بدي يكون عندي تخطيط، بدي يكون عندي الرغبه، بدي يكون عندي المتابعة والمثابرة للوصول للهدف النهائي، واللي هو النهوض بمؤسسات الدولة، النهوض بالمؤسسات الخاصة والعامة، لحتى نبني سوريا ولحتى نوصل طبعا للدول، لمستوى الدول المتقدمة. إن شاء الله يا رب، أكيد هي أمنيتنا الدائمة، إن شاء الله هيك دائما يكون في فسحة للتطوير الإداري لحتى تنهض المؤسسات والشركات على والضاهية العالمية. شكرا كثير لك سيد عزيز. شكرا كثير، نشكرك على وجودك معنا. شكرا لك.